صار مع الطفل أحمد أنه استهدفوا بيته بشكل مباشر، فقد كل أفراد أسرته، هو الناجي. دمر نفسيته يعني على الآخر. الطفل نفسيته محطمة، دايما خايف، مش مستوعب اللي صار معه، لا في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة. فقد كل أسرته وما ظلتش على قد أنه فقد أبوه وأمه وأخوه. الولد فقد أيضا دار سيد وأهل أبوه جميعا، ما بقيش له حدا. أخذنا الطفل وتوجهنا فيه لجنوب قطاع غزة، تحديدا مدينة النصيرات. أثناء تواجدنا هناك تعرض الطفل لقصف، هذا القصف الثالث طبعا. الحمد لله أدى إلى بتر رجليه التنتين. كان موجود معه خاله كمان، وخاله استشهد ربنا يرحمه.